أهلا بكم معنا من جديد وإلى لبنان، حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الوضع الأمني في بلاده لا يستدعي القلق والهلع، ويأتي ذلك في وقت أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى لبنان في أعقاب اندلاع أعمال عنف في البلاد. السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا حدثت التحذيرات من السفر إلى لبنان وسط اشتباكات بين فصائل في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد. الاشتباكات والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا أدت إلى حث السفارة السعودية مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بأسرع وقت والتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان. البحرين كذلك دعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد وفقا لبيان من وزارة الخارجية، كما حثت الكويت وقطر مواطنيهما في لبنان على توخي الحذر وتجنب المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، لكنهما لم تطالب المواطنين بمغادرة البلاد. أما على المستوى الأوروبي فحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى، ونصحت بريطانيا أيضا مواطنيها بعدم السفر إلا للضرورة إلى مناطق جنوب لبنان نظرا لما تواجهه المنطقة من توتر على الجبهة الجنوبية في لبنان بين حزب الله وإسرائيل والتوتر الحاصل في مخيم عين الحلوة. لنقاش حول هذا الموضوع وتعليق نرحب الآن بضيفنا مباشرة عبر الهاتف من بيروت، نرحب بالسيد عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. الآن من يتابع الشأن اللبناني يرى أن لبنان ما يلبث أن يخرج من أزمة دبلوماسية حتى يقع في أخرى من جديد بعد وقت قصير، ما سبب كل هذا؟ أولا تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. فيما يتعلق بالأزمة التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة من خلال ما جرى في مخيم عين الحلوة في صيدا، يعني ترتب عنه أن تقوم بعض الدول بطلب من رعاياها بمغادرة لبنان، وأتصور أن هذا الطلب هو من باب الحيطة والحذر ليس أكثر، على اعتبار أنه ما جرى في مخيم عين الحلوة لا يستدعي بكل تأكيد يعني مغادرة الجاليات الأجنبية لبنان، خاصة وأن في لبنان عشرات السفارات الأجنبية لم تطلب إلا عدد قليل من السفارات من رعاياها مغادرة لبنان. على كل حال هذا الأمر يدخل من في باب الحذر والحيطة. سفارات ألمانيا لم تطلب من رعاياها مغادرة لبنان وإنما تجنب الوجود في محيط مخيم عين الحلوة. ولكن سواء كان ربما سواء كانت المنادات والطلب بالمغادرة أم لا، هو الهدف هو الحذر، وربما أعمال العنف هي موجودة هناك ولا يمكن إنكارها. يعني حتى هناك من يصف رد الفعل اللبناني الرسمي الذي يقول إن الوضع مطمئن ولا داعي للهلع في لبنان هو مجرد إنكار للواقع، ماذا ترد على هؤلاء؟ لا يعني اليوم ما جرى في عين الحلوة طبعا مرفوض، والعمليات التي دارت في عين الحلوة دارت في نطاق جغرافي ضيق لا يتجاوز 2 كيلومتر مربع، وهو شمل المخيم بحد ذاته، ولكن خارج المخيم الاستقرار الأمني موجود في لبنان والتنقل وكل شيء، وهناك عدد كبير من الوافدين يأتون إلى لبنان، وإذا ما قورن العدد بالشهر الماضي من العام الفائت نجد أن العدد على الزيادة الذين يأتون إلى لبنان. الأمر لا نستطيع أن نقول أن ما جرى في عين الحلوة ينسحب على كل المناطق اللبنانية مطلقا، ولكن كما قلت يعني هناك ولكن من يضمن بعض الدول من يضمن أن لا تتطور الأوضاع، عذرا على المقاطعة، يعني من رعاياها المغادرة. نعم من يضمن أن لا يتطور الموضوع ويصل إلى مناطق أخرى؟ يعني
لا لن تصل، يعني الأمور مستتبة، والجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية تأخذ بالاعتبار ضرورة الأمن خارج المخيمات. كما قلت أنه ما حصل حصل داخل المخيم عين الحلوة، ولم تحصل المناوشات العسكرية أو الاشتباكات خارج المخيم. الوضع مستتب أمنيا في لبنان في كل المناطق اللبنانية، والجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خلل أمني. ولكن من ناحية أخرى يقال أن ربما الجهات الرسمية في لبنان تتعمد إخفاء بعض المعطيات حتى لا تخسر إيرادات الموسم السياحي، ما تعليقك؟ لا يعني هذا الأمر غير معقول، على اعتبار أنه اليوم لبنان الكل يعرف ما الذي يدور في لبنان، والمواطنين أيضا يعرفون، والأجانب الموجودين على الأرض اللبنانية تعرف يعرفون جيدا حقيقة الأمر. قلت أنه هذا الشهر سجل نسبة وافدين أكثر بكثير من العام الفائت بالنسبة مقارنة بالشهر للعام الفائت. ماذا يدل؟ حتى أنه بعد الاشتباكات في صيدا لاحظنا أن الأمور طبيعية في مطار بيروت، الوافدون والمغادرون بشكل طبيعي مثل ما تحصل في الأيام العادية. طيب نعم سيد عدنان منصور، نعم وأنت لديك خبرة في يعني الشأن الدبلوماسي بشكل عام، يعني ما هي اللهجة الدبلوماسية التي يجب أن يتخذها لبنان الآن حتى يطمئن من جهة الدول العربية والدول الغربية أيضا حتى يذهب هذا القلق من الوضع في لبنان؟ لا لا بكل تأكيد، يعني نحن بلبنان بحاجة إلى تعاضد في الداخل اللبناني. الاطمئنان يأتي من الداخل اللبناني ولا يأتي من الخارج. إذا كان هناك من خلافات سياسية بين الأطياف السياسية وهي خلافات مستحكمة، لابد لهذه الخلافات أن تتوقف وإعطاء ضمانة للخارج من خلال حل المشاكل السياسية العالقة من بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور أكثر من 7 أشهر، وأيضا هناك حكومة مستقيلة وشغور في المراكز في المؤسسات الدولة، أكانت مؤسسات عسكرية أو أمنية أو دبلوماسية أو غير ذلك. إذن عندما يتوحد اللبنانيون فيما بينهم ويجدون الصيغة الملائمة المناسبة للخروج من هذا المألق، من هذا المأزق، عندئذ هذه رسالة للخارج على أن لبنان يتمتع باستقرار فعلا، وأن الخلافات المستحكمة قد وضع حد لها. ولكن اليوم مع استمرار هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية على الساحة اللبنانية بكل تأكيد ستترك أثرها على المحيط، على دول الجوار، وبالنسبة للدول العالم التي يتعاطى معها لبنان. نعم، ماذا عن تصريحات الوزراء الآن الرسمية التي من فترة إلى أخرى توقع لبنان في أزمات دبلوماسية، ويبدو أن الأمر يتكرر كثيرا، يعني ما الذي يجب اتخاذه كإجراء حتى يتوقف الوزراء مثلا والمسؤولون الرسميون في لبنان عن ربما الإدلاء بتصريحات يمكن أن تضر بعلاقات لبنان الخارجية؟ يعني للأسف ما سمعناه من تصريح لأحد الوزراء في الحكومة المستقيلة، يعني أتصور أنه يخرج عن الأعراف الدبلوماسية والأصول، خاصة وأن ما صرح به وكأنه إملاء على دولة شقيقة لها سيادتها، لها دستورها، لها قوانينها. ليس بهذا الشكل، يعني هناك زلة لسان من قبل الوزير الذي أدلى بهكذا تصريح بالنسبة للدولة الشقيقة الكويت. يعني عندما نحن نعرف جيدا أن دول الخليج لم تقصر مطلقا بحق لبنان، يعني في الأزمات الصعبة كان وجودها واضحا من خلال ما قامت به من تقديمات ومن مساعدات ومن مساهمة في إعادة بناء لبنان، أكان ذلك من قبل الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو المملكة العربية السعودية، يعني كل أشقاء في الخليج كانت لهم الأيادي البيضاء فيما يتعلق بلبنان. نشكرك جزيل الشكر. يعني نعم شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذا النقاش من بيروت، سيد عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق، شكرا جزيلا.